السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده أعداد ضبط المصنع للهاتف تيكنو بوب 2 بلس موديل BA2. أعداد ضبط المصنع اللي موجودة قدامنا في الفيديو بنعملها في حالة نسيان النمط أو كلمة مرور الشاشة. لو فاكر النمط أو كلمة مرور الشاشة هتعمل أعداد ضبط المصنع من داخل الإعدادات، لأن الطريقة اللي قدامنا في الفيديو هتوقف الجهاز على حساب جوجل. لو مش عارف الحساب أو ناسي كلمة السر، أسفل الفيديو هتلاقوا رابط لفيديو تاني هنتعلم فيه طريقة تخطي حساب جوجل لنفس الجهاز. بنحذر يا جماعة، إعادة ضبط المصنع اللي قدامنا في الفيديو أو من داخل الإعدادات بتمسح كل البيانات والداتا اللي موجودة على الجهاز. في البداية بنقفل الجهاز خالص. بنضغط على زر رفع الصوت وزر الباور الاتنين مع بعض ضغطة مطولة. أول ما يظهر شعار تكنو على شاشة الجهاز بنرفع ايدينا من على زر الباور وبنفضل ضاغطين على زر رفع الصوت. بيظهر لنا شعار الأندرويد، بنشيل ايدينا من على كل الزراير. عن طريق زر الباور وزر رفع الصوت بنضغط عليهم الاتنين مع بعض ضغطة مطولة في نفس الوقت. بتفتح لنا الصفحة الرئيسية للريكفري. عن طريق زر خفض الصوت بننزل على مور. بنضغط اوكي بزر الباور. بنضغط على زر الباور مرة تانية. بننزل بزر خفض الصوت على يس وبنضغط اوكي بزر الباور. بعد إعادة ضبط المصنع بيرجعنا للصفحة الرئيسية للريكفري. بنختار اول اختيار ريبوت سيستم ناو عن طريق زر الباور. الجهاز هيعمل إعادة تشغيله، في الغالب بيفضل على شعار تكنو من 5 ل 8 دقايق. تم عمل إعادة ضبط المصنع للجهاز بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار، اي مشكلات، طرق التواصل اسفل الفيديو.